جلسة يومية امتداد لجميع الجلسات السابقة في إطار مناقشة الملف من ناحية التوجه الذي اعتبره الدفاع في هذا الملف. انتهت مناقشة الملف من طرف النيابة العامة، انتهت المرحلة الحضورية بالنسبة للهيئة القضائية. نتمنى أن تكون قد تكونت القناعة للهيئة القضائية في اعتبار بأن ما تم تصديره كمتابعة كانت ثقيلة جدا ولا تمثل الواقع، على اعتبار بأنها ناقشت هذا الملف بكل موضوعية وبكل حياد وفي إطار محاكمة عادلة. تمت استبعاد دباجة محضر الشرطة القضائية وتمت مناقشة موضوع هذا الملف بالاستماع لجميع الأطراف الذين هم متابعين من داخل هذا الملف، أكدوا في جميع تصريحاتهم ما قد أكدوه بالنسبة للوقائع التي نسبت إليهم. تم استدعاء بعض الشهود من طرف المحكمة مشكورة جدا، وتم الاستماع إليهم. اعتبرت القضية جاهزة الآن بعد مرافعة النيابة العامة وبعد إدلائها بأوجه دفاعها في مرافعتها من خلال تحريك الدعوة العمومية، وكيف سندت على تلك المتابعة وكيف اعتبرت الوقائع التي تم نسبتها لهؤلاء المشتبه فيهم في هذا الملف. اليوم يحل دور الدفاع كمحامين مؤازرين للمتهمين الذين امتثلوا إلى هذه المحكمة بهذه القاعة، وفي إطار التقاليد والأعراف المهنية لمهنة المحاماة فقد تم تسبيق محامين من خارج هيئة المحامين بالدار البيضاء على اعتبار تكبدهم لعناء السفر والتحاقهم بهذه المحكمة بهذه الهيئة، مشكورين على ممارستهم المهنية بكل موضوعية ومسؤولية. ناقشوا هذا الملف، أو زميلنا من هيئة فاس ناقش هذا الملف في إطار مؤازرة للسيدة زينب بن زكور، ناقش وضعها القانوني وصفتها القانونية وتواجدها القانوني داخل هذا الملف، و اعتمد على ما تم تصديره بمحاضر هذه الجلسة وما تمت مناقشته بهذه الجلسة، وتمسك باستبعاد جميع المحاضر السابقة لأنها لا تستند أو لا تشكل أي إثبات بالنسبة للمتابعة التي سطرتها الغرفة أو سطرها قاضي التحقيق أو النيابة العامة بعد الإحالة بالنسبة لموكلته. ثم أتت مرافعة زميلنا من هيئة الرباط والذي ابتدأ في مناقشة ملفه، فتم تأخير هذا الملف إلى جلسة يوم الجمعة على الساعة 4 لاستكمال مرافعة زميلنا من هيئة الرباط، ثم بعدها لكل زميل من داخل هذه الهيئة أن يناقش هذا الملف من تصوري العام حسب المؤازرة التي وليها لكل متهمين في هذا الملف. ونتمنى كما اتسعت سعة صدر المحكمة في إطار المحاكمة العادلة لمناقشة هذا الملف بجميع جوانبه أن يتسع صدرها على اعتبار بأن المتابعة كانت ثقيلة شكلا وموضوعا على هؤلاء المتابعين، ونتمنى أن تكون هناك براءة في حقهم. لن نقول كيف سوف يمر الملف بإطاره الآن بعدما أن الأمر يتعلق بالدفاع، وسوف نعطي حق الدفاع للدفاع في هذا الملف، ويبقى الرأي السديد للمحكمة المقررة إن شاء الله تعالى. ما يضحض ما تم التصريح به وما تم تضمينه في محضر الشرطة القضائية ضحضه الشهود أنفسهم، من اعتبرتهم المحكمة شهود لأنهم لم يكونوا مطالبين بالحق المدني ولم يعتبروا أنفسهم ضحايا ولم يكونوا هنا إلا بعد أن استرعتهم المحكمة في إطار أنهم شهودا أدوا اليمين القانونية. فما صرحوا به من داخل هذه الجلسة حضرتم له كما حضرنا إليه، وتم تضمينه في محاضر قضائية للسيد كاتب الضبط والتي كانت مفصلة جدا، وهي ما سوف نعتمده في مناقشة تصريحاتهم السابقة في مرحلة البحث التمهيدي، ثم ما تم تضمينه داخل الجلسة وما صرحوا به في هذه الجلسة في إطار تكوين المرافعات. نحن دابا أنت كتسولني على المرافعة، المرافعة إن شاء الله نكملوها من داخل القاعة وداخل الجلسة، وديك الساعة نتكلموا في جميع الجوانب القانونية. أنا معك، أنا فعلا أقول بأنه الشعب المغربي يحتاج فعلا لمناقشة القانون ولمعرفة ليس فقط الأشخاص وليس معرفة فقط ما يؤول إليه ملف خاص من داخل محاكم المملكة المغربية، ولكن على الشعب المغربي فعلا في إطار التوعية وفي إطار المشاركة وفي إطار أن ما أصبحت تفيض به وسائل التواصل الاجتماعي للخروج شيئا من الميوعة التي أصبحنا نراها، فعلى فعلا الصحافة أن تتوجه لمناقشة الناحية القانونية أو المساطر القانونية أو الفصول القانونية حتى يعي هذا الشعب المغربي ما هي الأفعال التي لا يلتفت إليها ولكن يمكن جدا أن تعتبر جرائما وتعتبر مواد ضمن القانون الجنائي يمكن أن يتابعوا من أجلها مستقبلا. فبالتالي شكرا لكم على مواكبتكم لهذه الملفات، وشكرا على مناقشة القانون من داخل هذه الملفات ابتعادا عن الأسماء والأشخاص والصفات، وشكرا أن تنوروا الرأي العام المغربي على ما لهم وما عليهم في إطار القانون الجنائي. بالنسبة لهذا الملف دائما ما تؤكدون أن ليس هناك أي ضحايا أو شكايات، بل هناك متابعات على أثار معلومات.
صحيح جدا، لأنه ما ابتدأ به هذا الملف هو عبارة عن معلوماتين تلقتها الفرقة الوطنية حسب الدباجة وحسب المحاضر التي هي مضمنة بهذا الملف وحسب الخطوة الأولى التي ابتدأ بها هذا الملف، تقول بأنه من وشايتين تلقتها، من معلوماتين تلقتها الفرقة الوطنية بوجود مجموعة من الأفعال التي تشكل جرما قانونيا، فكانت تعليمات النيابة العامة لفتح بحث في الموضوع، وبهذا تم تشكيل بحث في الموضوع وتم الاستماع إلى جميع الأطراف المعنيين من داخل هذا الملف، إلا أنه فعلا ليس هناك ضحايا من داخل هذا الملف، لأنه لم ينتصب أي شخص كطرف مدني من داخل هذا الملف ولم يعتبر نفسه ضحية، سواء تعلق بالأمر بالناس التي تلقت استشفاءها وعلاجها من داخل المصحة، أو سواء بالناس الذين قدموا مساعدات مالية لبعض الناس المعوزين من داخل هذه المصحة. وبالتالي ليس هناك أي طرف مدني وليس هناك أي ضحية، ونحن أمام متابعة في إطار القانون الجنائي هي ما نناقشه في مرافعتنا كدفاع بعد انتهاء الملف من الناحية الشكلية والموضوعية للهيئة القضائية. دكتور تازي وديال الزوجة ديالو، كيفاش داير الحالة الصحية ديالهم والنفسية؟ هو طبيعي جدا من كتحدث عن الحاله النفسيه ديال شخص هو معتقل احتياطي في اطار واحد الافعال اللي هو من داخل السجن في اول مره يتم اعتقالهم فيها، كيبان لهم بان شنو هو الفعل اللي داروا، شنو هو الخطا اللي داروا، شنو هي الامور اللي ممكن داروها ان تشكل فعلا في متابعه، وعلاش غادي يكونوا في حاله اعتقال احتياطي رغم توفرهم على جميع الضمانات القانونيه، وكيف سوف يتم مناقشه هذا الملف. طبيعي جدا تكون الحاله النفسيه ديالهم غنقول ماشي بحال المره الاولى، لان المره الاولى كانت واحد الصدمه اللي هي كبيره جدا بالنسبه لهم، لانهم ما كانواش عارفين تسبب التواجد ديالهم او المتابعه ديالهم وشنو هو البحث وما اسفر عنه ولا كيف يتم الاستماع اليهم بواحد الامور اللي ما كانش هما عارفينها ولا يلد لهم فيها، انما حاليا هم يؤمنون بانه ابتلاء من الله تعالى وبان الامور سوف تتخذ مجراها القانوني، وبانهم يبحثون عن براءتهم في جميع المراحل المحاكمه ويبحثون عن المحاكمه العادله، وتم اعطاهم حقهم فعلا في مناقشه ملفهم وحضورهم من داخل هذا الملف والوقائع التي نسبت اليهم ناقشوا امام هذه الهيئه، ويبقى رجاؤهم في الله تعالى ودفاعهم وفي الهيئة القضائية للقول ببراءتهم مما نسب إليهم. لا تنسوا الاشتراك في قناة الأيام 24 وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد.